السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. إذا في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح النموذج الثاني للامتحان الموحد مادة اجتماعيات المستوى السادس ابتدائي. إذا بالنسبة للنموذج الأول غادي تلقاوه على القناة. نبدأ بالتاريخ. أولا أرتب الخطوات التي تبنى عليها منهجية المؤرخ، إذا تفسير الأسباب وربطها بالنتائج، تحديد زمان ومكان الحدث التاريخي، ذكر أسباب الحدث ودوافعه. إذا هنا أول يجب ترتيب هذه المراحل، يعني المرحلة الأولى الثانية والثالثة. إذا أولا يجب تحديد زمان ومكان الحدث التاريخي، بعد ذلك ذكر أسباب الحدث ودوافعه، ثم أخيرا تفسير الأسباب وربطها بالنتائج. السؤال الثاني، أتمم الفراغ بما يناسب. تم اكتشاف بقايا الإنسان العاقل بالمغرب بمنطقة إيغود نواحي مدينة اليوسفية سنة 2017. إذا بينما يعود تاريخ بقايا إنسان جبل إيغود إلى 300,000 سنة. ثالثا، كيف كان الإنسان البدائي يحصل على غذائه وأين كان يسكن؟ إذا كان الإنسان البدائي يحصل على غذائه من خلال صيد الحيوانات ولقط الثمار. أين كان يسكن؟ إذن كان يسكن في الكهوف والمغارات. ننتقل الآن للسؤال الرابع، أذكر بعض الأنشطة الاقتصادية التي زاولها الأمازيغ بالمغرب قديما. إذن الأنشطة الاقتصادية هي الفلاحة، الصيد البحري، وصناعة بعض الأدوات الفخارية. ننتقل الآن للسؤال الخامس، أجب بصحيح أو خطأ. أسس الأدارسة عدوة القرويين وعدوة الأندلسيين، صحيح. تقع مدينة فاس جنوب المغرب، الخطأ. ضرب الأدارسة نقودا من الفضة، صحيح. ننتقل الآن للجغرافيا. أولا، ما هي أنواع تمثيل الأرض؟ إذا هناك تمثيل مسطح وتمثيل كروي. أملأ الفراغ بما يناسب. يوجد بالعالم 5 قارات، وهي إفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا وأوقيانيا. ثالثا، صل بخط. إذا هنا عندنا مدار السرطان خط غرينتش، مدار جدي خط
الاستواء. إذن يجب هنا تحديد التعريف المناسب بالنسبة لكل كلمة. إذن بالنسبة لمضار السرطان، هل يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شمالي وجنوبي؟ أم يوجد جنوب خط الاستواء؟ يعتبر الخط الرئيس لخطوط الطول يقع شمال خط الاستواء. إذا نقول مدار السرطان أو المدار الشمالي يقع شمال خط الاستواء. خط غرينتش يعتبر الخط الرئيس لخطوط الطول. مدار الجدي يوجد جنوب خط الاستواء. خط الاستواء يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شمالي وجنوبي. ننتقل الآن رابعاً، أين يقع المغرب بالنسبة للنطاقات المناخية؟ وما هما المناخان اللذان يسودان فيه؟ إذن يقع المغرب بين النطاقين المعتدل والحار. نوعي مناخ المغرب معتدل يعني متوسطي وجاف يعني صحراوي. معتدل وجاف. خامسا، أجب بصحيح أو خطأ. يحد المغرب شمالا موريتانيا، الخطأ. للمغرب ثلاث حدود بحرية، خاطئة. الواجهة الغربية للمغرب هي المحيط الأطلسي، صحيح. ننتقل الآن للتربية المدنية. عرف ما يلي. الحرية تشمل الحرية تمتع كل شخص بالحقوق الأساسية. وحرية اتخاذ قرارات تهم الحياة الخاصة للأفراد. ثانيا، ضع أمام العبارات التالية ما يلائمها: حرية أو مسؤولية. إذن الحق في التعبير عن الرأي، إذن حرية. عبور الطريق من الممر الخاص بالراجلين، إذن هذه مسؤولية. تعليم وصحة في المستوى اللائق، حرية. ترتيب أدواتي وأغراضي المنزلية، مسؤولية. سؤال ثالث، ما هي المراحل التي يمر منها انتخاب تعاونية القسم؟ إذن أول مرحلة تسجيل أسماء مرشحين. ثم تقديم البرنامج الانتخابي. بعد ذلك تأتي عملية التصويت. وفرز الأصوات. ثم
إعلان الفائزين. رابعاً، املأ الفراغ بما يناسب. تتضمن الحياة الخاصة للأفراد مجموعة من المعلومات، والمعطيات مثل الصور الشخصية والعائلية والمراسلات والمحادثات الخاصة. والمعلومات الشخصية المتعلقة بالهوية أو الميدان البنكي. ولحماية حياتي الخاصة أثناء استعمالي لمواقع الإنترنت، يجب علي أن أولاً أن أختار كلمات سر صعبة وأغيرها باستمرار. أيضاً تجنب الحديث مع الغرباء. ثالثاً، عدم الضغط على روابط مجهولة. عدم تحميل ألعاب أو برامج دون التأكد منها. ثم عدم مشاركة صور ومعطيات خاصة. خامساً، ما المقصود بالرأي وكيف أتعامل مع آراء الآخرين؟ إذن الرأي هو وجهة نظري. أو حكم شخصي. تكونه حول موضوع معين. حول موضوع معين. إذن كيف أتعامل مع آراء الآخرين؟ أتعامل مع آراء الآخرين باحترام رأي الآخر ولا أسخر منه أو أستهزئ به. وأسمعه بإمعان. إذن نكون قد انتهينا من تصحيح امتحان الموحد لمادة الاجتماعيات بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. إذن بالنسبة لهذا الامتحان الموحد أو للامتحانات الموحدة السابقة، راه غادي تلقاو الرابط في صندوق الوصف. كنتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء.